يشير الشيخ إلى الرؤيا رأها أبو الحسن الشاذلي. يقول سيدنا أبو الحسن الشاذلي أنه رأى أنه دخل بيت المقدس فوجد النبي صلى الله عليه وسلم على تخت وحواليه الأنبياء. قال فسمع سيدنا موسى يقول للنبي محمد: أنت قلت في حديثك أن علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل. قال فقال له صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: هل ترينا واحد منهم؟ قال فالتفت النبي يقول: أين أبو حامد الغزالي؟ قال فأقبل الإمام الغزالي ودخلوا وجاء عندهم فقال له: هذا. قال له: ما اسمك يا إمام؟ اسمع في الرؤيا هذا سيدنا أبو حسن الشاذلي. قال: ما اسمك؟ قال: اسمي محمد بن محمد بن محمد الغزالي. قال: إنما سألتك عن اسمك وجيت باسم أبيك وجدك وقبيلتك، فهل هذا من الأدب؟ سيدنا موسى يقول له سيدنا الغزالي. قال فالتفت إلى النبي يقول له: يا رسول الله، أتأدب مع كلمة الله موسى أم أجيبه؟ قال: بل أجبه. قال: يا موسى، يا كلمة الله، أنت لما سألك ربك ما تلك بيمينك يا موسى؟ قلت: هي عصاية أتوكأ عليها وأرشيك على غنمي ولي في معرب أخرى، وما سألك إلا ما تلك بيمينك فقط، ما سألك عن هذا كله. قال: فأجب سيدنا موسى من اليوم. وقال: صدقت يا رسول الله، العلماء في أمتك يشبهون الأنبياء فينا. رجل هنا أين هذا في كتاب؟ نعم، موجود في كتب التاريخ. حتى هذه الأبيات التي ذكرتها الإمام حداد تشير لهذه الرؤيا. يقول: والحجة الحبر الذي باها به أهل النبوة خير كل مشفعي. يقول: نبي باها به الأنبياء وبوضعه الإحياء فاقة، فيا له من فائق وكمثله لم يوضع. كما قال النووي: كاد الإحياء أن يكون قرآنا. يقول سيدنا يحيى النووي يقول: فالتفت النبي في الرؤيا، فالتفت النبي لسيدنا موسى وعيسى يقول: هل في أمتكما حبر كهذا؟ قال: لا. محمد باصي.